تو کس سوام ماریم شوی صریم ود دانم بیکوی ولنتن نوی پتر نوت روت نم بیوت ناقطوس نم ببن فای تو ابجکی صوتیم من نینان Ereni pasi, ke tom ne mati so. Idan fanas Allah, tabetel kol, abar bana lahuna. ومخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب أنفس عبيدك الذين رقدوا أبائنا وإخواتنا أبانا أخوتنا الذين رفضوا تنحوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء بين القديسين رؤساء الأساقفة وبين الأساقفة وبين الرمامسة وبين القصوص وأخوتنا الشمامسة وبين الرهبان وعن العلمانيين وعن يحكم المسيحيين لكي المسيح لا ينفسهم أجمعين في فردوس النعيم ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا خطايانا يا رب رحم تفضل يا رب أن تنح نفوسهم جميعا فحدنا بين القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولهم في موضع خضرة على مرة فردوس النعيم الموضع الذي هرب الحزن والكابت والتنعد في نور القديسي أقم أجسادا في اليوم الذي رسمت قاعدك حقيا غير الكاذبة ابلهم خيرات موعيدك ما لم تر عين لم يسمع بأذن واخترع لك البشر ما عددت يا الله لمحب اسمك القدوس لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال وإن كان قد لحقهم طوان أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم فأنت كصالح ومحب البشر اللهم تفضل عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب كل واحد باسمه وكل واحد باسمه يا ربنا يحمى اغفر لهم فإنه ليس أحدا طاهرا من دنس ولو كانت حياته يوم الحن على الأرض أما هم يا رب الذين خسروا سوهم نحن ونستحقوا ملكوت السماوات أما نحن فابلنا كما المسيح الذي يضيك أمامك أعطيهم ويا نصيبا وميراثا مع كافة قديسي يا رب رحم يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة غير خطية مبارك أنت يا رب إله أبان ومتزايد بركة واسمك القدوس ملو مجد الأبد أمين فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكلنا عليك لأن عينه كله تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حينه اسمعنا يا الله خلصنا يا رجاء الأرض كلها وأنت ربا تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل الأبد أمين
مبارك أنت رب علمني عدلك، مبارك أنت رب فهمني حقوقك، مبارك أنت رب إني اللي برك يا رب، رحمتك دائما الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت يا رب وقلت ارحمني وخلص نفسي فإن أخطأت إليك يا رب، التقيت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت وإلهي وعندك أنبوب الحياة وبنورك أبن عين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك وبرك للمستقيم القلوب، لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك من بيت التمجيد. أيها الآب والابن والروح القدس كان منذ البدء والآن والأبد أمين. جاهز واعتراف الرب وارتتيل اسمك يا علي أن يخبر برحمتك في الغدوات وحقك في كل ليلة. Holy God, holy mighty, holy immortal, was born of the Virgin, have mercy on us. Holy God, holy mighty, holy immortal, was crucified for us, have mercy on us. Holy God, holy mighty, holy immortal, who rose from the dead and ascended into the heavens, have mercy on us. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and unto the ages of all ages. Amen. O Holy Trinity, have mercy on us. O Holy Trinity, have mercy on us. O Holy Trinity, have mercy on us. O Lord, forgive us our sins. O Lord, forgive us our lawless iniquities. O Lord, forgive us our trespasses. O Lord, visit the sick of your people. Heal them for the sake of your holy name. Our fathers and brethren have fallen asleep. O Lord, repose their souls. O you are without sin, Lord, have mercy on us. O you are without sin, Lord, help us and receive our supplications. For yours is the glory, the dominion, and triple holiness. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, bless us. Amen. قدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين بخريستوس يسوس بين شويس شيرينيت انت هو سواب انت برسينوس انسيني بنتي مصنوص مافن بخريستوس To lift up our prayers unto your beloved son, they may forgive us our sins. شيري سيتوس ميسي ناني بوي نيتما بخريستوس بنوتي تي برسينوس سواب As the Lord and our behalf, they may have mercy on our souls and they may forgive us our sins. تي برسينوس مريم تي سو تكوس سواب تبرستاتي تونو تبنجينوس انتيتي مترومي Intercede on our behalf before Christ whom you bore, they may grant us the forgiveness of our sins. Chene oti barsen uste oro emmi enali seni sherep shoshonte bengeno sari egvo nanin imeno il We ask you to remember us, O our faithful advocate, before our Lord Jesus Christ, that he may forgive us our sins. Yani aiza ma takallamtu min aglu كي أيات والمركبة الشاروبمية فإن لساني لا يتعب أبدا في تطويبك For indeed I will go to the house of David to acquire a voice by which I can speak of your honor لأن الله وقف في حدود اليهودية وأعطى صوته بتهليل فقبله سبط يهوذا The tribe of Judah is the virgin who gave birth to our Savior and after his birth she remained the virgin وبصوت الملاك غابريال نعطيك السلام يا والدة الإله مريم Hail to you from God, hail to you from Gabriel Hail to you from us, we magnify you saying hail to you غبريال الملاك الطاهر بشر العذراء وبعد أن أدى السلام قواها بقوله Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you shall conceive and bring forth a son. ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبي ويملك على بيت يعقوب إلى أبد الأبد Therefore at all times we glorify you as Theotokos
as the Lord on our behalf, that he may forgive us our sin. Kerene oti barisen usti oro emmi enali sini sherev shoshon te benge ekvonanin emmanuel. We ask you to remember us, O our faithful advocate, before our Lord Jesus Christ, that he may forgive us our sins. أنت عظيم حقا أيها المبشر الحسن في الطقوس الملائكية والطغمات السمائية. O Gabriel, the herald of glad tidings, the great among the angels and the exalted holy orders who carry fiery flaming sword. قد نظر كرمتك دانيال النبي وأعلمته سر الثالوث المحيي. To Zacharias the priest you announced the glad tidings of the birth of the forerunner, John the baptizer. وبشرت أيضا العذراء قائلا السلام لك يا ممتلئة نعمة الرب معك سردين مخلص العالم كله. Intercede on our behalf, O holy archangel Gabriel, the herald of the glad tidings, that he may forgive us our sins. Keshfin arshi angelos eho erato everim nosem bim sombi banto karato. Shemshem Mister Yonetib. Michael is the first, Gabriel is the second, Raphael is the third, a symbol of the Trinity. Suriel Sadakiel Saratiel Wananiel. هؤلاء المنيرون العظماء الأطهر يطلبون منه عن الخليقة. The cherubim and the seraphim, the thrones, dominions and powers, the four incorporeal creatures carrying the throne of God. 24 قسيسا في كنيسة الأبكار يسبحون بلا فتور صارخين قائلين. Holy God, heal the sick. Holy Mighty, repose those asleep in the Lord. قدوس الذي لا يموت بارك ميراثك ولتكن رحمتك وسلامك حصنا لشعبك. Holy, 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 O Lord of hosts, heaven and earth are full of your glory and honor. إذا ما قالوا هللويا يتبعهم السمائيون قائلين قدوس آمين هللويا. المجد هو لإلهنا. Intercede on our behalf, O angelic armies and heavenly orders, that he may forgive us our sin. لم يقوم في مواليد النساء من يشبهك أنت عظيم في جميع القديسين يا يوحنا المعمدان. You are much more than a prophet, exalted in righteousness. You are the partner of the bridegroom, the Lamb of God. أتى للنور الحقيقي الذي أتى إلى العالم والذين يؤمنون باسمه صاروا أبناء النور. Intercede on our behalf, O forerunner and baptizer, Saint John the Baptist, that he may forgive us our sins.
Κύριος Ιησούς με Χριστός αυσόν μενεύ Αποστόλος ετε Πετρός νεμάν εδρείες Ιωάννης νεμ Ιακώβος εν δερένς Φιλίπ εν Μάθιου Μπαρθολομιού εν Τόμις James the son of Alphaeus and Simon the Canaanite. Matthaeus wa Matthias wa Bulus wa Marcus wa Luca wa Bakhiyat al-Talamiz al-lazina taba'u mukhallisna. Matthias was chosen in place of Judas, all of them and the rest. Follow the Master. Aragat aswatum ila wajhil ardi kulliha wa balag kalamhum ila aktar al maskuna. To the Lord on our behalf, O my lords and fathers, the apostles and the 72 disciples, that he may forgive us our sins. Marcus be apostolos, owo be evangelistis, be misrechani emkav, ente be monogenis ennoti. You have come and enlightened us through your gospel, teaching us about the Father and the Son and the Holy Spirit. خرجتنا من الظلمة إلى النور الحقيقي وأطعمتنا خبز الحياة الذي نزل من السماء. All the tribes of the earth were blessed through you, and your words have reached the ends of the world. سلام لك أيها الشهيد السلام للإنجيلي السلام للرسول Marcus Nazir al-Ilah. To the Lord on our behalf, O beholder of God the Evangelist, Saint Mark the Apostle, that he may forgive us our sins. Salam labina amba Samuel al-Azim fil-Qiddisin al-Lazi sana fada al-Azimah. Figabel Shihad. Hail to our father of us, Samuel, who tore the tomb of Leon. He confirmed his brothers in the Orthodox faith. لأجل هذا طردوا مكيس تريانوس المنافق فأتى إلى جبل القلموت مع أربعة ربا مختارين. Of us the confessor was very patient through the pains of the sufferings and the captivity of barbarians. تم لبينا أنبا صمويل الذي صنع آية وعجائب وشفى المرضى في الدر ومدينة البربر. Hail to our father above Samuel, who became a merciful father and a good teacher for his children among. رمى بنا أنبا صمويل الذي صار عظيما جدا في السماء وعلى الأرض عند الله والناس. Pray to the Lord on our behalf, our holy father of us, Samuel, and all his children, the much, that he may forgive us our sin. بين صورهم سجون خنمات شوزي تركن خيطو Otan shoy sen neptiren tise otokos otoyem bar senus en seyon iben. Ask of him whom you have borne our good Savior to take away our troubles and grant us
المؤسس فيه. سلام لك أيتها العذراء الملك الحقيقي الحقانية، السلام لفخر جنسنا والتي لنا عمانوئيل. We ask you to remember us, oh our faithful advocate before our Lord Jesus Christ, that he may forgive us our sins. تنتشيس من عظيمك من نور الحقيقي وانا مجدك ويا العذراء القديسه ويا الاله، لانك ولدت لنا مخلص العالم اتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، كليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، صفار الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، امين. We believe in one God, God the Father, Pontocrator, Creator of heaven and earth and of all things seen and unseen. We believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light of light, true God of true God, begotten, not created, of one essence with the Father, by whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven and was incarnate of the Holy Spirit and of the Virgin Mary and became man. And he was crucified for us under Pontius Pilate, suffered and was buried. And on the third day he rose from the dead, according to the scriptures, ascended into the heavens. He sits at the right hand of his Father, and he is coming again in his glory to judge the living and the dead, whose kingdom shall have no end. Yes, we believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father, with the Father and the Son, is worshipped and glorified, who spoke by the prophets, and in one holy Catholic and Apostolic Church, we confess to baptism for the remission of sins. We look for the resurrection of the dead and the life of the coming age. Amen. Ah.
Salavesin, seven, seveio, Pontus in Evo, Raneion, Tob Nevmatu Agio. Marin O. Yeah.
مريم ربا ومضعفة السلام لك يا مريم فخر يهوذا السلام لك يا مريم أم السيد Hail to you, O Mary, the preaching of Moses. Hail to you, Mary, the mother of the Master. Hail to you, O Mary, the honor of Samuel. Hail to you, O Mary, the pride of Israel. السلام لك يا مريم سبت أيوب البار السلام لك يا مريم الحجر الكريم السلام لك يا مريم أم الحبيب السلام لك يا مريم ابنة الملك داود Hail to you, O Mary, the friend of Solomon. Hail to you, O Mary, the exaltation of the righteous. Hail to you, O Mary, the redemption of Isaiah. Hail to you, O Mary, the healing of Jeremiah. السلام لك يا مريم علم حسقيال السلام لك يا مريم نعمة دانيال السلام لك يا مريم قوة إلي السلام لك يا مريم نعمة إليشع Hail to you, O Mary, the Mother of God. Hail to you, O Mary, the Mother of Jesus Christ. Hail to you, O Mary, the beautiful dove. Hail to you, O Mary, the mother of the Son of God. سلام لمريم التي شهد لها جميع الأنبياء وقالوا هو ذا الله الكلمة الذي تجسد منك بوحدانية لا ينطق بمثلها For truly exalted more than the rod of Aaron Oh, full of grace What is the rod? What Mary for it is the symbol of her virginity. حبلت وولدت بغير مبادعة ابن العلي الكلمة الذاتي بصلواتها وشفاعتها افتح لنا يا رب باب الكنيسة I entreat you, O Mother of God, keep the gates of the church open to the faithful. Let us ask her to intercede for us before her beloved that he may forgive us. دعيتي يا مريم العذراء الزهرة المقدسة التي للبخور Which came out and blossomed from the roots of the patriarchs and the prophets مثل عصا هارون الكاهن أزهرت وأوساقت ثمران For you gave birth to the word without the seed of man And your virginity was not corrupted. إذا نمجدك كوالدة الإله اسألي ابنك ليغفر لنا
المسيح الفرح لك يا أبا صموئيل المعترف رجويس أو Jesus Christ, rejoice, oh, Holy Saint of Samuel, the Confessor, Rashine, oh, سيون والتهليل يا أم الملك Rejoice, O daughter of Zion Rejoice, O mother of the King الفرح لك يا والدة المسيح الفرح لك أيها القديس أنبا صموئيل المعترف رجويس أوثي أوتوكون سيمري ذا mother of Jesus Christ rejoice oh the holy saint of Samuel the confessor elil mefnotim ben voithos teloni ابنوتي إن يكون ابتهج بالله معيننا هللوا لإله يعقوب Rejoice, O God, our helper, shout to the God of Jacob. الفرح لك يا والدة الإله مريم أم يسوع المسيح Rejoice, O Theotokos, Saint Mary, the Mother of Jesus Christ. فرح لك يا والدة الإله مريم أم يسوع المسيح الفرح لك
أيها القديس تنباس صموئيل المعترف بورون تتيرني موينان انتكيرني سمنان انتكيرني كرنوبي نانبول غوربول النقاش انت تيك اكليسية عاري صفت روس النسك شعيني امانو البن نور في خنت الميتي تنوخ البوت تب في اوت نم في المصور انت في زمويرون تيرين انت بطوبو ان نيت انت بطالك شون نيشون انت نلكسيشن من السوما تنوش تمكو بخرس خوش تن بكيوت ان اغاسوس نم بخدم وصوان بيوكية صوتي امون في صفوف المعترفين فخر المجاهدين لك بين القديس to the Lord in your Ava Samuel attaining the fatherhood of Antonius and the love of Macarius and the faith of Deus Coron in your Ava صموئيل برائحتك الزكية وعشرتك الإلهية ملأت البرية بن يطاب صموئيل علمتهم الربانية والحياة النوكية وتعليم الأرثوذكسية بن يطاب صموئيل
Lucas sent a proclamation by Satan to all nations, to the monks in isolation, in Yotaba, Samuel, calling for the two natures. Without unification, blemishing the salvation of our Lord Emmanuel. Haddad بقتل ووعيد من يعترف بالإبن الوحيد ويتبع بابا الحبيب الأنبى بنيامين. هجم على الصحراء الأشرار الأقوى يا ورفات بشمام وأبا بن يوطف صموئيل. Your faith in Christ was your position, a true, sincere confession, and tore apart the proclamation. Then you have Samuel, one nature it is truly. United perfectly, Ben Yot Ava Samuel. Al-Kalima Sara Gasadan Wal-Ilah Sara Ma'ana Wara'ayna Magdu Magdan Ben Yot Ava صموئيل. مربوط بأيدي قوية جلدوك في وحشية. الإيمان وديعة غالية بن يوت أبا صموئيل. In the true faith you confess, in Christ your tower your conquered. For right eye they injured, in your tavern Samuel. For months you advised in the Kalamun to reside. Hold on to the faith with pride, in Yot Ava Samuel. قدست بصلاتك ودموعك ومطرياتك وصال بطلي ذاتك بن يوت أبا صموئيل. حوال البربر جابرين قصر نازر البتولية صرخت ليسوع المعين بن يوت أبا صموئيل. Man passed by you, his sorrow you did cure, by God's power that you drew, in Yot Ava Samuel. A healing force you became to all the sick and not for glory nor fame,
صموئيل طلبت من الله اللات بمن غيري مرتاب فوهبه من إن جاب يطاب صموئيل So your children, your heirs, fight from you different, and many glories you'll gain when you tava Samuel. Remember us in your prayers before God's throne. Angels to forgive us the sinners when you tava Samuel. Salli anna lid-dayyan yusabbitna fil iman ila khir al-azman bin yutaba Samuel احفظ يا رب بطرتنا وشركاء وصفتنا رهباننا وكهنتنا بصلاة الأنبى صموئيل كتب نعمتي يسوع. Oh, Master Lord Jesus Christ, our God,
who said to us, saintly honored disciples and holy apostles, many prophets and righteous men have desired to see the things which you have not seen them, and to hear the things you have not heard them. But blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. May we be worthy to hear and to act according to your holy gospels through the prayers of your saints. Lord, have mercy. Remember also our master, all those who have ordered us to remember them in our supplications and prayers, which offer up unto you, O Lord our God. Those who have already fallen asleep, repose them. Those who are sick, heal them. For you are the life of us all, the salvation of us all, the hope of us all, the healing of us all, and the resurrection of us all. Σίτε με τα βόβο θεατρώσω μεν το αδειό εφαντέ ελιο πισμαραό την γεφέτ νέο χενεφράρε ποιος είναι την εγώ Κύριε ευλόγησον εκ των κατά Ματθαίων Άγιο Ευαγγέλιο το αναγνωσμά. Δόξα σοι Κύριε. Κεφού بخوف من الله انصتون لسماع الانجيل المقدس وصلا بشارة الانجيل لمريم معلمنا متى البشير الرسول الطاهر بركاته على جميع عنا من شويس ومن نوتي ومن سطير ومن أرطيرين Ιησούς με Χριστός ψηρέ με φνότι ετώχ, ποιο να ψάινε, ποιο φάπεν νότι ψάινε, τεν ενε τύρω αμήν. Δόξα σοι Κύριε. من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي الملك بركاته علينا امين حلف الرب ولم يندم أنك أنت هو الكائن إلى الأبد على طقس ملكي صادق لذلك يرفع رأسه هللويا مبارك ولاتي باسم رب إله القوات ربنا إلهنا فدينا ومخلصنا ملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس سأل تلاميذه قائلا ماذا يقول الناس في ابن البشر من هو فهم قالوا قوم قالوا يوحنا المعمدان وقال آخرون إيليا وقال آخرون أرميا واحد من الأنبياء قال لهم أنتم من تقولون إني أنا فأجاب سمعان بطرس وقال أنت هو المسيح ابن الله الحي فأجاب يسوع قال له طوبك يا سمعان ابن يونس
إن لحما ودما لم يعلن لك هذا لكن أبي الذي في السماوات. وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني بيعتي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات وما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات وما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات. والمجد لله دائماً. جعلنا رب كلنا مستحقين أن نقول بشكر. Make us all worthy to pray thankfully. Our Father who art in heaven. يا السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد قطع كل ربطات خطايانا. نفخ في تلاميذ القديسين والسطار وقلم اقبلوا الروح القدس. من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم. سكتم سكت انعمت على الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسة ان يغفروا خطايا الارض. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك ابائي واخواتي وضعفي هؤلاء المنحنين برسم مجدك المقدس. ارزقنا يا رب رحمتك واقطع كل ربطات خطايانا. وان كنا اخطاك رب في شيء بعلم او بغير علم او بجزع القلب او بفعل او بالقول او بصغر القلب انت كصالح محب البشر انعم يا رب غفران خطايانا. باركنا يا رب قدسنا حاللنا وحالل سائر شعبك واملنا من خوفك ومرتك المقدسه. انت الهنا ولي بك المجد والاكرام والعزه والسجود ظهر الدهور كلها امين. تفضلوا استريح. احنا عندنا النهاردة ثلاث آيات مش عيد واحد يعني. طبعا اول كده لما يعني ابونا مكاري قال ان هو يباركنا وابونا موسى وجوده معنا النهاردة جاف بالي فعلا مزمور اللي بيقول ما أحلى أن يجتمع الأخوة معا. فيش أجمل من كده. عموما الأنبا صموئيل المعترف من القديسين اللي محبوبين وسط القديسين اللي ما حدش أبدا يختلف عليه في إيمانه وفي شفاعته القوية وفي محبته ربنا وفي اتضاعه وفي حبه. برضه هكذا على الأرضيين برضه يعني وسط برضه أباء الكهنة كده هوت معروفين زي الشمس. أبونا قدس أبونا موسى قدس أبونا مكاري برضه كده المحبوبين وسط الأباء الكهنة مش ترابل ميكر زينا ولكن دول البركة بتاعتنا. الحقيقة لهم معزة كبيرة جدا 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 في قلبي ومحبتهم للكنيسة وتعبهم معانا في كل مشوار الكنيسة بتاعتنا ان يكون عندنا كنيسة ومكان بنصلي فيه. بركة كبيرة جدا بوجود اباء النهاردة يفرحونا ويباركونا ويحتفلوا معنا بعيد القديس العظيم الانبا صموئيل المعترف واول عشية طبعا في كنيسته. واحنا متباركين بابائنا اللي هيباركونا علشان كده هناخد يعني بركة مضاعفة النهاردة.
من الأبائين. هم ما يعرفوش أنا، لكن ناخد بركة مضاعفة النهاردة من الاثنين الأباء بوجودهم معنا، لأن هي كده بركتهم تكمل ومحبتهم كبيرة جدا 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 في قلوبنا، وبناخد بركة دايما في كل وقت بس بيخطوا بيها أي مكان، بيكونوا بركة وسبب بركة لكل الكنيسة مش بس الأب الكاهن. ربنا يديم كهنوت قدس أبونا موسى وقدس أبونا مكاري، يديم كهنوتكم علينا ويخليكم لينا، ودايما ترعونا بمحبتكم وتعبكم من أجل الخدمة ومن أجل الكنيسة. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لتكثر لنا نعمة وبركة الآن كل أوان وإلى دار الدهور كل أمين. وإحنا بنحتفل بقديس من أعمدة الكنيسة الأنبا صموئيل المعترف، الحقيقة لما الواحد يتكلم عن الأنبا صموئيل نلقى إنجيل العشية النهاردة أساساً ينطبق على الأنبا صموئيل. فالأنبا صموئيل عاش حياة الإيمان القوي، الإيمان غير المتزعزع، الإيمان غير المشكوك فيه، في وقت كان الوقت اللي هو كان عايش فيه كان ظروف صعبة جداً على الكنيسة، استشهاد وعذاب واضطهاد، حياة كانت صعبة جدا الوقت اللي هو عاش فيه، لدرجة انه هو من اجل الايمان ضحى بحاجة من اغلى الاشياء اللي عند الانسان. الانسان عينه دي اغلى حاجة عنده، فهو ضحى، ما يهمهوش عينه ولا غير عينه، انما هو متمسك بالايمان. كثير من الناس اللي كانوا في وقته تركوا الايمان، لكن هو تمسك بالايمان عشان يوصلهن زي ما هو استلمه من الاباء الرسل. فيمكن عشان كده ربنا أداله سنين طويلة جدا في حياته على الأرض عشان تمسكه بالإيمان وعشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس أو من المؤمنين. عاش 98 سنة، ودي من النادر تلقى يعني راهب فيما عدا أنبا أنطونيوس والأباء الأولين أنه يعيش السنين الطويلة دي، لكن الله حفظه من أجل الإيمان، من أجل التمسك بالإيمان. ويقال عنه أنه هو حضر حبرية 8 من البطاركة، ودي برضه مش حاجة سهلة، يعني الواحد لما يحضر حبرية 2 ولا 3 من البطاركة يقول أنا عشت سنين طويلة. ده أنا حضرت حبرية 3 من البطاركة أو 2 من البطاركة، ده عاش وحضر 8 من البطاركة. فطبعا دي بتورينا ازاي عناية الله به، وازاي انه هو الله حفظه من اجل الكنيسة، من اجل الكنيسة عشان ينقل الايمان ده لغيره. وطبعا هو لما تمسك بالايمان، تمسك بالايمان اللي استلمه من الاباء الرسل. نلقى النهاردة الانجيل بيحكي لنا عن سؤال السيد المسيح للاباء الرسل، الناس بتقول علي ايه، بتقول انا مين. فبطرس الرسول قال له انت ابن الله الحي، انت ابن الله الحي. وده اعتراف من بطرس نيابة عن كل اخواته التلاميذ والرسل، اعتراف بإلهية السيد المسيح. عشان كده احنا بنسمي ابونا القديس الانبا صموئيل بنسميه أنبا صموئيل المعترف، لأنه تمسك بالإيمان واعترف به في أحلك الظروف. فزي ما بطرس الرسول اعترف بالمسيح إنه هو ابن الله، برضو قديس أنبا
صموئيل اعترف هذا الاعتراف، فبينطبق عليه الإنجيل النهاردة ويبقى في مصاف الآباء الرسل. يعني مش بس قديس في الكنيسة، ده في مصاف الآباء الرسل. رب حفظه سنين لنقل الإيمان ولاعترافه بالإيمان. الكنيسة، كنيستنا هي كنيسة رسولية، وكنيسة بتحافظ على التعاليم اللي استلمناها من الآباء الرسل، من بطرس الرسول لغاية البابا تودروس الثاني. كنيسة محتفظة بهذه التعاليم ولم تحيد عنها ولن تحيد عنها. يعني الكنيسة الوحيدة اللي تلقاها بتصر على تطبيق قوانين الآباء الرسل بالحرف بالحرف. لما الآباء الرسل كتبوا في التقليد بتاعهم أو قوانين الآباء الرسل، لما كتبوا إنه إحنا نصلي إلى الشرق، الكنيسة لم تحيد عن ذلك. كنائس تانية قالت ما هو ربنا موجود في كل حتة، صلي شمالي صلي يميني صلي شرقي صلي غرب، الفرق ما هو المسيح موجود في كل حتة. نعم المسيح موجود في كل حتة، لكن ده اللي استلمته كنيستنا من الآباء الرسل فمحتفظين به وكتبوا كده. يعني حتى في القداس نلقى شماس يطلب من المصلين يقول لهم إلى الشرق انظروا. فده طبعا ما هوش حاجة الكنيسة بدعة منها ولا تزمت ولا لا، ده مأخوذ مباشرة من الآباء الرسل. الآباء الرسل بإرشاد من الروح القدس يقولوا كده إنه السيد المسيح في مجيئه الثاني هيجي من الشرق، ولابد أن احنا نكون ناظرين للشرق انتظارا وترقبا لهذا العريس القادم. ويكتبون كده بالحرف الواحد، يعني كتبوا في كتاباتهم بالحرف الواحد، يقول متى صليتم صلوا في اتجاه المشرق. كنيسة مسكت في الحتة دي، كتبوا لأباء الرسل ما نقدرش نغير، متى صليتم صلوا في اتجاه المشرق. كل عارفين السبب طبعا من هذا الشرق. من تعاليم الرسل برضو تقديس يوم الأحد. الرب قال قدسوا يوم الرب، وكانوا في العهد القديم يوم الرب هو يوم السبت، لكن جل أباء الرسل كتبوا أنه مش هو السبت. وتعليم آخر يقول مرة تاني يقول إيه في الكتاب بتاع تعاليم الآباء الرسل، يقول لك لتكون هناك خدمة في اليوم الأول، لتكون هناك خدمة في اليوم الأول من الأسبوع، مكتوبة بوضوح. واليوم الأول هو يوم الحد، فأصبح هذا التعليم تعليم ثابت في الكنيسة، وإنه يوم الرب أصبح يوم الأحد، لتكون هناك خدمة في اليوم الأول من الأسبوع. مش كده وبس، ده حتى حددوا نوع الخدمة اللي تقدم يوم الحد. فقالوا إيه؟ قالوا تكون هناك قراءات من الكتاب المقدس في هذه الخدمة بتاعت يوم الحد، تكون هناك قراءات من الكتاب المقدس. وده اللي بتعمله الكنيسة، فيها أربع قراءات بتبتدي من الرسائل لغاية الإنجيل، أربع قراءات. ويقول لك برضو في نفس الكتاب يقول لك وتعمل تقدمة للرب، وتعمل تقدمة للرب ذبيحة يعني، وطبعا مش زي ذبيحة العهد القديم، إنما حسب الذبيحة اللي علمها لنا السيد المسيح بنفسه يوم خميس العهد، وتعمل تقدمة للرب. فعشان كده بنقدم القرابين يوم الحد. وطبعا كلنا عارفين اختيار هذا اليوم برضو كان ليه أسباب، يعني الرسل لما اختاروا هذا اليوم برضو كان ليه أسباب، إنه هو يوم قيامة الرب من الأموات، وهو اليوم اللي أرسل فيه الرب روح القدوس على التلاميذ في يوم الخمسين، وهو نفس اليوم اللي هيجي فيه الرب في مجيئه الثاني. أيضا من تعاليم الآباء الرسل حاجة إحنا بنعملها، في ناس بينتقدون فيها، ناس يقول لك أنت بيصلوا الأربعة والجمعة ليه؟ يعني يوم الأربعة ده
مذكور في تعاليم الآباء الرسل. يعني لما نصلي القداس يوم الأربع ده مش اختراع من الكنيسة ولا حاجة، لكن هو من أساس تعاليم الآباء الرسل. يجوا يقول إيه في اليوم الرابع من الأسبوع تكون هناك خدمة أيضا. في اليوم الرابع يعني في الأول قال لك وفي اليوم الأول من الأسبوع تكون هناك خدمة، ويجوا يقولوا تاني وفي اليوم الرابع من الأسبوع تكون هناك خدمة أيضا وبنفس الطريقة بتاعت يوم الحد، لأن ده اليوم اللي أعلم فيه الرب للرسل صراحة كده عن المحاكمة وعن الآلام وعن الصلب وعن الموت وعن القيامة. ده اليوم اللي اتكلم فيه الرب مع الرسل، فهم حفظوا هذا اليوم اللي أعلم فيه الرب بداية إجراءات الخلاص اللي جاء من أجلها السيد المسيح. أحداث هامة كثيرة جدا في حياة الرب يسوع على الأرض وحياة الكنيسة ككل، عشان كده الأباء الرسل كانوا حريصين جدا أن يسلموها لنا زي ما هم استلموها من السيد المسيح. وعشان نفضل متذكرين كده الأحداث دي باستمرار، فالكنيسة بتتذكر الأيام دي كل أسبوع، اليوم الأول واليوم الرابع من الأسبوع. حتى في بعض الناس بينتقدوا صلاة العشية يوم السبت، يقول إيه العشية دي وليه بتصلوا العشية يوم السبت وعشان إيه السبت؟ ويمكن في الصيام الكبير الكنيسة ما بتصليش عشيات خالص إلا يوم السبت. ليه؟ لأن الآباء الرسل كتبوا كده، كتبوا وليكن هناك خدمة مساء السبت، ولتكن هناك خدمة مساء السبت، خدمة أول أيام الأسبوع، خدمة رابع أيام الأسبوع، ولتكن هناك خدمة مساء السبت. فصلاة العشية دي من تعاليم الآباء الرسل. للأسف الشديد احنا بنهمل هذه الصلاة بالرغم من انها هي يعني طلعت من الآباء الرسل مباشرة، مفروض نطيعهم، لكن كثير مننا بنهمل هذه الصلاة وهي هامة جدا جدا. لتكن هناك خدمة مساء السبت، مش كده وبس، دول حتى حددوا الساعة، ساعة الصلاة، فقالوا إيه وفي وقت الساعة التاسعة، في وقت الساعة التاسعة. طبعا الأوقات اختلفت من زمان لدلوقتي، لكن نشوف الدقة بتاعتهم، نصلي يوم السبت ونصلي في وقت الساعة التاسعة. المهم إنه الرسل كانوا دقيقين في كل شيء. القراءات في الكنيسة برضو زي ما قلنا ما هيش اختراع، إنما هي تعليم استلمناه منه مباشرة، قراءة الرسائل وتختتم بقراءة الإنجيل، وده بالضبط اللي كتبوه. وكتبوا كمان حاجة مهمة جدا الكنيسة بتعملها، والناس يعني مرات بتقول الكنيسة متزمتة في الحتة دي، اللي هي إيه؟ اللي هي لما نيجي نقرأ الإنجيل لازم نكون وقوف. ودي ما هيش اختراع ولا تزمت ولا حاجة الكنيسة بتفرضها على الناس، لا دي حاجة يعني من تعاليم الآباء الرسل، كتبوا كده بالضبط. عند قراءة الإنجيل يجب على الشعب الاستماع للإنجيل وهم وقوف، يجب على الشعب الاستماع للإنجيل وهم وقوف. فكلها أخذناها من الآباء الرسل. تعاليم أخرى كثيرة جدا يعني إحنا لو عديناهم يعني هياخدوا مننا وقت طويل. وحتى تقديم الحمل ده في ناس بينتقدون على تقديم الحمل، يعني هو لازم نقدم حمل نصلي يوم الحد زي ما قالوا الرسل ونقرأ القرايات ونعمل وكل حاجة، لكن هل تقديم الحمل ده ضروري؟ نعم ضروري ضروري، هم اللي أوصوا بكده وأصبح قانون في الكنيسة. فالأنبا صموئيل المعترف هو القديس اللي حافظ على ده كل، على كل هذه القوانين، واعترف بالمسيح اعتراف تسبب في إنه هو يفقد عينه اليمين، لكن ما همهوش،
يعني الواحد فينا لما يفقد يعني واحدة في عقلة من عقل صباعه، ده أنا عندي 30 عقلة في يدين الاثنين، لما أفقد واحدة يعني الواحد ما يرضاش، يقولوا له نشيل لك عقلة من صباعك ما يرضاش. لكن الأنبا صمويل المعترف ما همهوش حتى عينه. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة الأنبا صمويل ويدينا بركة الآباء، ولإلهنا كل مجد وكرامة الآن وكل أوان. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الحقيقه احنا خدنا البركه بالكلمه الحلوه اللي قالها لنا ابونا مكاري، ربنا ينفعنا ببركه تعليمه وبمجرد وجودنا معاكم هنا. الحقيقه مش هطول على حضراتكم، هقول لكم كلمتين صغيرين. وانا جاي بفكر في انبا صموئيل فافتكرت صورته كده، وافتكرت واحد من اخواتنا الشهداء اثناء الاستشهاد بتاع الاحداث الاخيره في طنطا افتكر، وفي اسكندريه، وفي الكنيسه البطرسيه في مصر. واحد من ولادنا اللي ما يعني ما الاستشهاد يعني ما طلهوش، فلكن فقد عينه. وبعدين كان الولد بيجيبوه بيتكلموا معاه كده، وحقيقة يعني بيتكلم بثقة كده وحاجة حلوة، بيقول هو ده وانا كتير عيني دي ايه يعني اما اقدمها للمسيح، ده انا بقيت زي انبا صموئيل، ده انا بقيت زي انبا صموئيل. الحقيقة كانت كلمة لما الواحد بيفكر فيها كده ويقول انبا صموئيل قدم عينه للمسيح، قدم عينه للمسيح. وزيه على مدى الأجيال في كثيرين برضو من المعترفين، زي أخونا اللي في الأحداث الأخيرة ده مصار من المعترفين وقدم عينه وبيقول هو أنا طول أبقى زي أنبا صموئيل، وبقى زي أنبا صموئيل في أنه معترف وفي أنه قدم عينه للمسيح. الحقيقة الحاجتين دول، تقديم العين أو تقديم الواحد يقدم جزء من حياته أو جزء من حياته للمسيح، ممكن نشوفها في كذا واحد في الكنيسة. والحقيقة ممكن أول ما بنفتكر أنبا صموئيل اللي قدم عينه بنفتكر كمان القديس سمعان الخراز اللي قدم عينه برضه. ولو نلاحظ في حياتهم وزي كثيرين من المعترفين اللي قدموا، تلاقي في ارتباط شديد جدا ما بين حفظ الإيمان، حفظ الإيمان اللي كان أبونا مكاري بيكلمنا عنه في أول الكلمة النهاردة، وما بين تقديم الحياة أو تقديم جزء من الحياة أو جزء من الجسد، تقديم العين اللي هو أغلى حاجة عند الإنسان، وما بين حياة الطهارة. ويمكن ده بيفكرنا بالوصية نفسها إن أعثرتك عينك لح. ففي ارتباط كبير قوي ما بين حفظ الإيمان وحياة الطهارة وتقديم الإنسان لحياته أو جزء من حياته أو عينه اللي هي أغلى حاجة عنده. ودي ظهرت في حياة أنبا صموئيل، وظهرت في حياة القديس سمعان الخراز، وظهرت في حياة كثيرين من المعترفين اللي كان عندهم استعداد يقدموا حياتهم، ولكن ربنا حفظهم لكي يكونوا شهداء بالحياة لمدة أطول كمان بعد ذلك. كمان في ارتباط كبير قوي ما بين حياة الطهارة وحفظ الإيمان وتقديم الجسد عطية أو ذبيحة قدام ربنا، وما بين عمل المعجزات. تلاقي برضو الإنسان اللي بيحفظ، ويمكن دي النقطة اللي نفسي نطلع بيها وإحنا بنتأمل في حياة أنبا صموئيل النهاردة. وزي ما الكتاب الإنجيل بيعلمنا يعني أنه لما نحب نحتفل بحياة حد من القديسين يقول لنا انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. إيمان القديس الأنبا صموئيل هو اللي كان بدليل على حياة الطهارة اللي كان هو بيجاهد من أجلها، واللي كان هو أيقونة من أيقونات حياة الطهارة والجهاد من أجل الطهارة في قديس الكنيسة. وأيضا حفظ الإيمان وارتباطه بالمعجزات. تلاقي دايما الإنسان اللي يقدر يعمل معجزات، الإنسان اللي يقدر ينقل الجبل، هو إنسان أصلا حفظ الوصية، حفظ الوصية ودافع عن الإيمان حتى ولو على مستوى وصية صغيرة هو فزها في حياته ودافع عنها. الإنسان اللي بيتمسك بوصية وبيدافع عن الوصية هو إنسان بيدافع عن الإيمان،
هو عند ربنا يعتبر إنسان معترف، وعند ربنا هو إنسان يقدر ينقل الجبال. اللي بيحفظ الوصية يقدر ينقل الجبال، ويقدر يكون حياته أيقونة في وسط القديسين زي ما شفنا في حياة أنبا صموئيل. حياة أنبا صموئيل احنا دايما بنتكلم على نقطة حفظ الإيمان ودفاعه عن الإيمان، وفقد انه فقد عينه وهو يدافع عن الإيمان، لكن حياة أنبا صموئيل أيضا بتتميز بالدفاع عن الطهارة. الدفاع عن طهارة، ودي يمكن حاجة ما كناش ما نعرفها كتير لولا أن الروح القدس كشفها لينا في حياة أنبا صموئيل. وهو بيرعى الغنم ربطوا رجله مع رجل جارية علشان يوقعوه في الخطية، ولكن هو اللي قاد هذه الجارية أنها تبقى تآمن وتعرف المسيح. طبعا دي لما بنقراها في وسط الحكاية كده بتبقى حاجة سهلة بنسمعها كده، لكن دي ما كانتش سهلة أبدا أبدا على أنبا صموئيل، ومش سهلة أبدا على أي إنسان عاوز يحفظ الوصية، أو بالذات يحفظ وصية الطهارة، طهارة الجسد، طهارة القلب، طهارة العين. كل دي من الحاجات اللي بالنسبة لنا بنسمع عنها كتير، لكن هي ما هيش سهلة أبدا، ولا ممكن أحيانا تعتبر من الحاجات المستحيلة. لكن ربنا مش ممكن يأمرنا أو يطلب مننا حاجة تكون مستحيلة. عشان كده ربنا ادانا أسلحة كتير قوي تساعدنا في حفظ الوصية. حفظ الوصية، وبالذات لو خدناها كمثل، حفظ وصية الطهارة، طهارة القلب، طهارة العين، طهارة الإيد، طهارة كل الجسم، الإنسان ككل يعني. الحقيقة أما بنفكر في موضوع الطهارة وحفظ مع ونربطها بحفظ الوصية، نقول له يا رب إذا كنت أنت اللي طلبت مننا كده، أكيد يا رب أنت اللي اديتنا القوة واديتنا الوسائل اللي نقدر نحافظ بيها أو نحفظ بيها الوصية. وممكن أقول لحضرتكم بس كده كم حاجة بسرعة لأن الوقت ضيق، إيه الأسلحة اللي ربنا حطها في إيدنا عشان نقدر نحافظ على الوصية اللي قالها لنا، ولتكن وصية الطهارة اللي بيقول احفظ نفسك طاهرا. الوصايا دي ربنا ادنا أسلحة كتيرة ننفذها، لم يتركنا كده ولنا نفذ كذا وسيء، ولكن ربنا وضع في أيدينا أسلحة كثيرة جدا. الأسلحة اللي بنقدر ندافع بيها واللي نقدر نحفظ بيها الوصية، وصية الطهارة بالذات، كتيرة جدا، بس أهم حاجة فيها اسم المسيح. والإنسان اللي بيردد اسم المسيح باستمرار هو إنسان قوي، وإنسان يقدر يحتمي من كل حروب الشياطين اللي بتجيله، وبالذات الحرب دي بالذات. عشان كده الكنيسة علمتنا والأباء علمونا إن احنا نردد اسم المسيح كتير. يقول كده إيه؟ اسم الرب برج حصين يرقد إليه الصديق ويتمنع. بيمسك في اسم المسيح، ده سلاح قوي جدا، والسلاح ده بيقدر يحارب بيه الشياطين، ويقدر يتمسك بحفظ الوصية ولتكن وصية الطهارة أيضا. السلاح الثاني اللي ربنا حطه في ايدينا، معلش انا اقولهم بسرعه علشان الوقت، السلاح الثاني اللي ربنا حطه في ايدينا هو الكتاب المقدس. وقرايه الكتاب المقدس تعطي الانسان الطهاره. ويمكن كلنا ما بنصلي في الاجبيه في صلاه الساعه الثالثه بنفتكر اخر جزء في الانجيل كده، السيد المسيح بيكلم التلاميذ وبيقول لهم ايه؟ وانتم الان انقياء بسبب ايه؟ الكلام الذي كلمتكم به. كلام الإنجيل خلاهم أنقياء، مع أنه لما نقرأ بعد كده بشوية يقولوا لم يكونوا يفهموا بعد، لأن الروح القدس لم يكن قد حل عليهم بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. يعني الوقت اللي هم كانوا بيكلموا، اللي كان السيد المسيح بيكلمهم فيه، كانوا لسه مش فاهمين هو بيقول إيه. ومع ذلك السيد المسيح بيقول لهم أنتم الآن أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. إذن قراية كلام المسيح، كلام الذي كلمتكم به، كلام الإنجيل اللي هو في إيدينا لحد النهاردة، يعطي الطهارة، يعطي النقاوة. مجرد قراية الكلام، حتى لو ما فهمتش، علشان كده كانوا يعلموا الأباء الرهبان أما يروحوا الدير في الأول، يقولوا له أول مثلا كذا سنة، 3 سنين، 5 سنين كده، تقعد ما تقراش كتب من بره، إيش حاجة، ركز على الإنجيل، اقرأ الإنجيل، حتى لو ما فهمتش اقعد اقرأ، اقرأ واقرأ كميات كبيرة من الإصحاحات كل يوم. ليه؟ لأن ده أصلا أعظم سلاح يدي
طهارة، يدي الإنسان الطهارة، طهارة الفكر، طهارة الجسد، طهارة العين، طهارة اليد، طهارة القلب، طهارة أو نقاوة القلب وطهارة القلب اللي بيها زي ما قال الإنجيل كده بيقول إيه، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. يعين الله أو يشوف ربنا زي ما بيقول بالإنجليزي كده، لما يقول الإنجليزي يعين يسي، لما واحد يحب يكلم حد في حاجة كده ويقول له أنا فهمك، أنا فهمك، يقول له I see يعني أنا فهمك. يعين الله يعني يقدر يفهم الله، يفهم ربنا عاوز منه إيه، يقدر يعرف الوصية ويقدر يحفظ. إذن قراية الإنجيل هي اللي بتدي النقاوة، بتدي الطهارة. اسم الرب يسوع سلاح الإنجيل. المطنيات، على قد الإنسان ما يحاول يعمل مطنيات حتى ولو مش لازم الأعداد الكبيرة. يعني أذكر حكاية عن برضو ارتباط بديه بأنبا صموئيل، أبونا مينا المتوحد اللي كان اللي صار فيما بعد البابا كيرولوس السادس، كان في وقت من الأوقات هو مسؤول عن دير الأنبا صموئيل، وكان جاب من أولاده اللي هم كانوا شباب جامعي ودخلوا بعد كده، كانت لسه مش متعودين يروحوا الأديرة في الوقت ده كده، لكن رب عدد كبير منهم في مصر القديمة وكان بيبعتهم الأديرة. يذكر واحد من هؤلاء أنه البابا بعته دير أنبا صموئيل عشان يترهبن هناك يعني، وبعدين هو بيسلم عليه كده وهو ماشي قال له ما تنساش يا ابني 500 مطانية بتوح كل يوم، ما تنساش 500 مطانية بتوح كل يوم. طبعا مش لازم نعمل 500 مطانية، بس على الأقل الإنسان لو حاول يعمل 2 أو 3 مطانيات كل يوم. المطانية فيها نزول وإحساس إزاي العالم والشيطان ممكن يوقع الإنسان وينزله في الأرض خالص، وبعدين فيها قيام بيفكر الإنسان بإزاي ربنا أقامه ووقفه، فهو بينزل تحت كده بيصلي صلوة فيها توبة وانسحاق ومعرفة بحالته، وأول ما يقف فيها صلاة شكر ونصرة أن ربنا نصره واداله القوة. بس المطانية رغم الفوائد الحلوة اللي فيها دي من والمعاني الحلوة اللي فيها، لكنها بتخوف الشياطين جدا جدا جدا، والإنسان لما بيجي يعمل المطانية دي الشيطان بيهرب منه وبيقدر بعد كده يقدر يحفظ الوصية أيضا. أختم كان كفاية بس 3 حاجات دول، اسم المسيح، كتاب المقدس، والمطانيات. دي أسلحة ربنا حطها في إيدينا علشان نقدر نعيش بيها حياة الطهارة، وحياة الطهارة هي اللي بتوصلنا لحياة حفظ الإيمان، وهي اللي توصلنا أن الإنسان يقدر يقدم حياته كلها لربنا، أو على الأقل جزء منها أو أغلى جزء فيها، زي العين، زي أنبا صموئيل، وزي القديس سمعان الخراز، وزي الأخ المعترف الحديث اللي قال هو أنا طول أبقى زي الأنبا صموئيل. أختم بس الكلام بحكاية صغيرة على حكاية المطانيات دي وإزاي الشياطين بتهرب منها. كنت بخدم في بلد من البلاد، وكان في واحد من الإخوة اللي في من الكنيسة يعني مش شمامسة، كان بيشتغل في حاجة زي هيئة النقل العام والأوتوبيسات كده بتاعت النقل العام دي، وبعدين بيقول لي في يوم من الأيام كنا بنتكلم عن موضوع المطانية كده، فقال لي في يوم من الأيام كنت سائق الأوتوبيس الظهر كده الساعة 11-12، فكانت البلد فاضية خالص والأوتوبيس كان فاضي ما فيهوش حد خالص، وبعدين لقى واحد طلع في محطة من المحطات راح قاعد في الكرسي اللي قصاده، هو بيسوق كده والكرسي اللي قصاده ده راح قاعد فيه. الكرسي ده دايما حاطين عليه علامة كده لكبار السن والذوي الاحتياجات الخاصة يعني للهانديكاب أو غير، لكن الراجل ده قاعد. بعديها بمحطة طلعت واحدة ست كبيرة، الأوتوبيس قدامها كله فاضي، قالت له قوم من هنا، لا مش قايم، الأوتوبيس عندك فاضي وما تروح تقعدي في أي حتة، مش قايم، يقول له لا تقوم، لا مش قايم، لا تقوم، لا مش قايم. ابتدوا يتخانقوا، فأخونا الشماس اللي كان سايق الأوتوبيس ده راح موقف الأوتوبيس واقف ولسه بيكلمهم يعني عشان الأمور تهدى وبتاع، لقى العمالة عمالة تزيد أكتر وأكتر. فبيقول لي افتكرت يا أبونا موضوع المطانية بتخلي الشياطين تهرب، وراح عامل إيه كده، كان حاطط قلم في جيبه اللي فوق ده كده، فراح ماسك القلم وموقعه في الأرض، وبعدين طاطا كده ونازل لتحت بيجيب القلم، وهو بيمد ايده يجيب القلم من الارض قال له اسجد لك يا رب يسوع المسيح مع ابيك الصالح والروح القدس، وخد القلم حطه في جيبه ولسه بقى هيروح يكلمهم علشان يهدوا. بص لقى الولد اللي كان قاعد ده راح قايم ولا اقعدي، وراح قايم داخل في اخر اتوبيس من الاخر،
وهي راحت قالت له لا مش قاعده هنا، انا قعدت في الحته اللي قعدت فيها، ده قعد وده قعد، والاتوبيس مشي والراجل مشى. فمجرد ان الانسان يفكر حتى في المطانيه وهو بيعملها، المطانيه بتخلي الشياطين تهرب منه. اربطوهم كده جنب بعض، المطانيه قرايه الانجيل اسم المسيح، يخلوا الانسان يقدر يدافع عن الوصيه، يحفظ الايمان، يحفظ الوصيه، ويقدر يكون معترف بانه بيقدم حياته، بيقدم جزء من حياته، اغلى حاجه من حياته عينه، يقدر يعمل كده لانه قدر يحفظ الوصيه، واللي يحفظ الوصيه يقدر يعيش حياه المعجزات دي، يتمثل بالانبا صموئيل، ونقول زي اخونا المعترف الحديث ده، هو انا طول ابقى زي الانبا صموئيل. يا بخته هذا المعترف، يا بخت كل المعترفين، يا بخت كل اللي بيحاولوا يحفظوا الوصية، لأنهم قدام ربنا هم أيضا معترفين. كل سنة وانتوا طيبين، بركة أنبا صموئيل تشملنا كلنا، لإلهنا المجد الدائم الأبد.